كنا بنتكلم عن المنتخب كنت بسألك هل نقدر نقول مثلا من وجهة نظرك المنتخب حاليا محظوظ لان في عندنا اسامي كتير محترفين منضمين، يعني هل نقدر نتكلم من الزاوية دي؟ اكيد طبعا، يعني احنا عندنا مثلا حد بقيمة محمد صلاح، عندنا محمد النينيو، عندنا يعني تريزيجيه ان شاء الله يرجع بالسلامة ان شاء الله، وعندنا عمر مرموش، عندنا مجموعة كويسة قوي قوي، عندنا لعيبة محلية. بس وقتكم ما كانش فيه ده وكنتوا برضو منتخب قوي جدا، يعني يمكن عند حضرتك حق لان احنا كنا يعني كان في حلول كتير جدا جدا، كان عندنا اكتر يعني احنا كان جيلنا فيه اكتر من عنصر في الملعب بيقدموا حلول كبيرة. يعني يمكن دلوقتي احنا عندنا الحلول اقل شوية عند بتتمثل في محمد صلاح او في مثلا تريزيجيه او مرموش لو تريزيجيه مش موجود، او رمضان صبحي او مجموعة الامامية، لكن احنا عندنا كان مجموعة لاعبين حتى في منتصف الملعب كنا بنقدر، في لعيبة تقدر، يعني احمد حسن صار يعني كان بيقدر بتسديدات خارجية يقدر يخلص ماتشات، حسن عبد ربه نفس الكلام، محمد شوقي، وده شفناه في مباريات كتير جدا جدا، ما كانش الموضوع مقتصر على المجموعه الاماميه بس اللي هم الخط الهجومي بس، فده كان بيدي دعم كويس، كان عندنا اطراف ملعب كويسه، سيد معوض، وكان عندنا فتحي، كان عندنا مجموعه هايله يعني. كان فين ايامكم الحلوه كابتن؟ حتى خط الديفنس طبعا اللي موجود دلوقتي برضو لعيبه جيده طبعًا. عندنا محمد صلاح يعني فخر العرب وفخر طبعًا. مصر يعني، وكل يوم بيحقق أرقام جديدة وكل يوم بيحطم أرقام للاعبين أساطير في ليفربول وفي إنجلترا. أنا شايف أنه زي ما حضرتك قلتي طبعا المنتخب محظوظ جدا جدا بوجود حد بقيمة محمد صلاح، أتمنى له التوفيق. يمكن امبارح كمان في أتلتيكو مدريد وليفربول أدى أداء جيد، ويمكن كمان بيساعده جدا الكسندر ارنولد، بيعرف يخلي محمد صلاح في حاله جيده، يعني اللاعب اللي تحت محمد صلاح بيقدر يفيد محمد صلاح كويس جدا أكيد. جدا الباك رايت وهو بيلعب ناحيه الرايت في الوينج او لعيب وينجر ناحيه بيفرش له فرشه حلوه، بيقدر لو محمد صلاح لبره ارنولد بيدخل لجوه، او لو محمد صلاح دخل لجوه بيقدر يطلع لبره، فبيدي مساحه لمحمد صلاح يبقى عنده حلول. طب ودي حاجه جيده جدا، ولازم المنتخب كمان مستر كروش مدرب واعي جدا ومدرب كبير ومدرب عنده فلسفه واستراتيجيه على اعلى مستوى، يقدر يستفاد من محمد صلاح باللاعب اللي تحت منه، ده لاعب محوري جدا.